أول مرة نيكولاس لطيفي بيتفوق على جورج راسل بالتجارب. إذا رايكونن أوت، جوفيناتسي أوت، ميك شوماخر ومازيبين، سيارتي الويليامز بالكيو 2، فرحة كبيرة لهذا الفريق اللي كنا عم نتكلم قديه عم بيتقدم فريق الويليامز ببداية هذا الموسم، وفرحة كبيرة جدا جدا للفريق اللي كان عادة هو اللي بيخرج بالكيو 1.